يعطيكم العافية. اليوم راح نحكي عن موضوعين، الموضوع الأول اللي هو الكونديشنال أوبريتر، والموضوع الثاني اللي هو السويتش. بالنسبة للكونديشنال أوبريتر شبيه نوعا ما بالإف ستيتمنت، هو عبارة عن ترنري أوبريتر، معامل ثلاثي مكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول اللي هو الشرط الكونديشن، وفي عنا ستيتمنت 1 وستيتمنت 2. في حال كان الشرط صحيح ترو راح تتنفذ الجملة الأولى، وفي حال كان الشرط فولس راح تتنفذ الجملة الثانية. هاي كل فكرة الكونديشنال أوبريتر. خلينا ناخد بعض الأمثلة. نعرف متغير x يساوي 10، متغير y 11. في حال كانت x تساوي y أطبع لي العبارة equal، وفي حال كانت x لا تساوي y أطبع لي العبارة not equal. خلينا نعمل run. لاحظوا كيف طبعا العبارة not equal. اللي صار هون اجى عند الكونديشن، عمل مقارنة بين الاكس والواي، اكيد العشرة لا تساوي الاحداش، رجع القيمة فولس. في حال كان الشرط فولس حكينا راح تتنفذ الجملة الثانية اللي هي not equal. ممكن يجينا السؤال يحكي لك حول من conditional operator ل if statement. بالحالة هاي راح نستخدم نفس الشرط الموجود في الكونديشنال اوبريتر كشرط للاف ستيتمنت. راح نستخدم الجمله ستيتمنت 1، بالنسبه للالس راح نستخدم ستيتمنت 2 بالشكل هذا. العبارتين هذول مكافئات تماما وراح يعطوا نفس الناتج. لاحظوا كيف not equal و not equal. طيب خلينا ناخذ مثال بيحسب القيمة الأصغر. نعرف متغير من يساوي، في حال كانت الإكس أصغر من الواي رجع لي القيمة إكس، وفي حال كانت الواي أصغر رجع لي القيمة واي. نعملها سي أوت ونشوف الناتج. لاحظوا كيف طبعا القيمة 10. اللي صار هون قارن بين الإكس قيمتها 10 وبين الواي قيمتها 11، الشرط رجع ترو، فراح ينفذ الجملة الأولى، راح يستبدل عبارة الكونديشنال اوبريتر بعبارة الإكس ستيتمنت 1، من ثم قيمة الإكس راح تتخزن بالمتغير من، وراح نطبع قيمة المن، راح يعطينا القيمة 10. هاي كل فكرة الكونديشنال اوبريتر. الآن خلينا نتعرف على عبارة السويتش. عبارة السويتش ممكن تحل محل الـ if else في بعض الحالات. السويتش تستقبل قيمة عبارة عن عدد صحيح integral، وحسب هاي القيمة بتقفز لسطر معين وبتنفذ الجمل الموجودة أسفل هذا السطر. يعني في حال كان الإكسبرشن مساوي للفاليو 1 راح تنفذ كل الجمل الموجودة أسفل الكيس فاليو 1، في حال كان الإكسبرشن مساوي لفاليو 2 راح تنفذ كل الجمل الموجودة أسفل الكيس فاليو 2 بالشكل هذا. خلينا ناخذ مثال بسيط ليوضح فكرة استخدام السويتش. راح نعرف متغير من نوع انتجر، نستخدم المتغير كإكسبرشن للسويتش. بالنسبة للجزئية هاي تسمى expression أو selector، مثل ما حكينا هي عبارة عن integral value قيمة عددية صحيحة. الجزئية هاي الكيس هي عبارة عن label، طبعا القيم الموجودة فيها عبارة عن ثوابت constant، أو ممكن نعرف ثابت ونستخدمه const integer مثلا y يساوي 20، نستخدم ال y.
ولكن في حال استخدمنا متغيرات مثل الإكس بالحالة هي راح يعطينا إيرور. خلينا ننفذ ونشوف الناتج. لاحظوا شو طبعنا، طبعنا 10 11 12. اللي صار هون كان الإكسبريشن مساوي للقيمة 10 اللي هي قيمة الإكس، قفز لكيستن ونفذ كل الأسطر الموجودة أسفل الكيستن. طيب خلينا نخلي قيمة الإكس تساوي 11 ونشوف الناتج. لاحظوا طبعا 11 12، قفز لكيس 11 ونفذ كل الأسطر الموجودة أسفل كيس 11. طيب لاحظوا هون أنه نحن المفروض ما نطبع 12، مفروض بس نطبع 11. عشان نحل المشكلة هاي نستخدم عبارة البريك. عبارة البريك وظيفتها تقفز لخارج البلوك، في الحالة هي راح تقفز لخارج بلوك السويتش. خلينا ننفذ ونشوف الناتج. لاحظوا كيف طبعا قيمة 11. اللي صار هون كان الإكسبريشن مساوي لل 11، قفز لكيس 11 وطبع السي اوت، بعدين وجد عنده جملة بريك قفز لخارج السويتش. في عنا كمان ليبل بنسميه ديفولت. الديفولت بتنفذ في حالة كانت كل القيم الموجودة بالكيسز لا تساوي الإكسبريشن المعطى بجملة السويتش. لاحظوا كيف ممكن نعطيها القيمة 13 مثلا وننفذ، راح تطبع لنا جملة الديفولت. ممكن يجينا سؤال يحكي لنا حول من if statement ل switch بالشكل هذا. طريقة التحويل بتكون بالشكل التالي، نستخدم نفس الكونديشن. طيب تتذكروا لما حكينا انه الاكسبريشن الخاص بالسويتش بيكون قيمة عددية. هلا لاحظوا الاكسبريشن هذا رح يرجع يا ترو يا فولس. حكينا طريقة التحويل من بوليان لانتيجرال، الترو رح نعتبرها 1 والفولس رح نعتبرها 0. بالحالة هاي ممكن نكتب الكيسز الموجودة عنا، رح نكتب كيس 0 اللي هو فولس، رح نكتب كيس 1. كيس 0 اللي هو الفولس رح نستخدم عبارة النو، والكيس اللي هو 1 رح نستخدم عبارة اليس. هي طبعا جملة مكافئة تماما لعبارة الـ if statement، راح تعطي نفس الناتج. خلينا ننفذ. لاحظوا كيف طبعا يس يس. اللي صار هون اختبر الشرط، رجع القيمة true، حول من بوليان لانتيجرال واعطى القيمة 1، قفز لكيس 1 وطبع كل الجمل الموجودة اسفل كيس 1. طبعا نسينا نضيف جملة break لحتى ما يكمل تنفيذ الجمل الموجودة أسفل جمل الكيس 0. طيب خلينا نكتب مثال آخر يتحقق في حال كان الحرف المدخل عبارة عن حرف صوتي أو لا. رح نعرف متغير من نوع كاركتر، ممكن نعطيه القيمة A. رح نستخدم هذا المتغير بالإكسبريشن الخاص بالسويتش. لاحظوا استخدمنا قيمة من نوع كاركتر. القيمة اللي من نوع كاركتر هي عبارة عن قيمة انتيجرال للآخر، لأنه كل حرف حكينا يمثل برقم موجود في الآسكي، فممكن نستخدمها كإكسبريشن أو ممكن نستخدمها كمان مع الكيس. نحكي له كيس A، طبعا الأحرف الصوتية هي A، في عنا الـ I، في عنا الـ U
وفي عنا الـ E. ممكن كمان نضيف الأحرف الكابيتال، نحكي له see out will. نكتب عبارة break. طبعا عبارة break مهمة جدا، نستخدم الديفولت في حال كان الحرف غير صوتي. خلينا نشوف الناتج. لاحظوا شو حكينا. Vowel. طيب خلينا نتبع البرنامج ونشوف شو اللي صار. اللي صار انه كانت قيمة الـ X تساوي القيمة A، قفز لكيس A وأكمل تنفيذ كل الجمل الموجودة أسفل الكيس A. نفذ الفول، وجد جملة بريك قفز لخارج السويتش. نفس الشيء لما نستخدم، لما تكون قيمة الـ X عفوا تساوي I، راح يقفز الـ I وراح ينفذ كل الجمل الموجودة أسفل كيس I. في حال كان الحرف غير صوتي مثلا S، لاحظوا شو الناتج. not vowel، راح يقفز لجملة الديفولت وينفذ الجمل المرتبطة فيها. ضل ملاحظة بسيطة وهي أنه يمنع تكرار الكيسز. كتبنا كيس 10 وبعدين كتبنا كيس آخر بيحتوي على القيمة 10، راح يعطينا إيرور. أتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح، وأي أسئلة أو استفسارات بإمكانكم طرحها على المجموعة. ويعطيكم العافية.